كلنا أقوياء، لكن لكل شخص قوة مختلفة، قوة التحمل، قوة التعامل مع المشاكل، قوة النهوض والعودة من جديد، قوة اتخاذ القرار الصحيح. القوة لم تكن يوما شيئا سلبيا، بل القوة هي كل شيء. القوة هي الحياة بمعنى آخر. غالبا ما تجد الناس الأقوياء يعيشون بسلام واحترام، ولا يخشون غيره، ولا يخشون شيئا غير خالقهم. القوة نعمة من نعم الله. القوة حياة.